السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، عندي 4 أسئلة. تفضلي سلي. السؤال الأول، أنا تقيأت وأنا صايم، أفطر ولا أكمل اليوم؟ كملي اليوم. أكمل اليوم؟ نعم. طب السؤال الثاني، صحة الحديث من قال دبر كل صلاة الله أكبر كبيرة وعدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات لا يصح، المباركات لا يصح، لا إله لا إلا يصح، الله خلاص ثلاث، كتي، كل لا له يصح، نورا في قلبه، هل الحديث ده صحيح؟ لا مش صحيح. طيب، يصح.